فنقول ثلاث خرفان ما بنخافش من حد. نقول ثلاث خرفان. انا خلي بالك اروح لوحدي. ايه على فكره هو اللي يعني هو اللي ما بيخافش انا بخاف. اتفضل. ثلاث خرفان قصيده صوتها عالي قوي يا استاذ علي. علي انا عايز اقول لك لو فتحت التليفونات هقعد معاك للصبح، فخلينا في الحاله دي. اتفضل يا ثلاث خرفان. ودي حكاية وكان يا مكان، ولا يحلالي أي كلام إلا بذكر النبي الهمام عليه الصلاة والسلام. ثلاث خرفان ومعزاية عشان عليك يا رب، ومعزاية وشجراية وبير بترول وبيت عمران. نقول تاني. تلات خرفان ومعزاية وشجراية وبير بترول وبيت عمران وغيط سارح لحد عينينا ما تودي وشمس أصيلة بتجمع ولا تودي وديب فجعان. ثلاث خرفان ما يتكلوش في يوم واحد، ما يتهضموش. راح للخروف أتخن خروف، قال يا خروف عيال أخوك متنعنعين ومتنغنغين وانت هنا في أسوأ ظروف يا دي الكسوف. راح الخروف علشان خروف، ضرب الخروف الديب حيسكت. راح للخروف تالت خروف، شفت الخروف ضرب الخروف احميك انا وبات معاك في الدار هنا واديني بس انت مكان. راح الخروف علشان خروف اداه مكان. يوما سنقرأ في الجريدة يا بلادي أننا كنا خراء، سيجف هذا النفط فوق جلودنا ونودع السبع السمان ونلتقي ألفا عجاف، سيدون التاريخ أسماء الملوك العادلين الصابرين الساكتين الكاتمين الصوت بين شعوبهم مثل الزراف، سيحاكم التاريخ حكام العروبة كلها وسينزع الأظفار منهم في سبيل الاعتراف. إني أحبك يا بلادي مرغما وأقول شعرا يا بلادي مرغما، والشعر لو مس السياسة يستحيل مصائبا، والشعر لو مس الصعيديين مثلي يستحيل كحد سيف لا يخاف. أنا لا أخاف. من كام سنة بنهش بايدينا الفيران ونقول ما نتدخلش في امور الجيران. من كام سنة نسمين رجولتنا ادب، نكشين ايدينا نكش حنة وقلنا سنة، ورمينا من ايدنا سلاحنا وقلنا هدنة، وبلدنا بكر بتغتصب يعلى صوتها غصب عنها نتهمها بالشغب. يا بلاد مليها الا العجب، يا معرمين شعر وادب. هي الرجوله تتوزن وقت الغضب غير بالغضب، هو اللي متاخد غصب مش برضه يتاخد غصب. يا بلاد مليها الا العجب، يا معرمين شعر وادب. الوزن هو اللي اختلف ولا الميزان اللي اتقلب؟ من كام سنة بنسأل بهية مين قتل؟ مين قتل؟ واحنا اللي قتلينه بإيدينا، مدينا إيدنا للغريب وفي بعض عضينا وعدينا. مين اللي ظالم في الحكاية ومين جبان؟ ما نلومش عالديب اللي خان، احنا اللي خرفان بالوراثة. الصبر ورثينه وراثة، والطاعة ورثينها وراثة، واللي ورثينه وراثة، وحاجات كثيرة مش وراثة احنا خدناها وراثة. انا كل ما اتذكر تحية العلم
أنا كل ما أتذكر تحية العلم يسرح خيالي، أنا كل ما أتذكر تحية العلم يسرح خيالي، كم صوتي لسه عيالي بس عالي، كنت أحس إني بهز المدرسة، كان العلم من فرحته يرقص على الساري اللي شايله. طب كنتوا ليه بتعلمونا نحفظ البر وجمايله؟ طب كنتوا ليه بتعلمونا نكره الظلم وعمايله؟ لما انتوا ناويين تسجنونا في أرضنا كان ايه لزوم العلم وهمومه ورزايله؟ طب كنتوا سبتونا بهايم كنا نمنا مرتاحين، ازاي ابيع أرضي وعارف اني جسمي أصله طين؟ طب كنتوا علمتونا مثلا اننا من اصل تركي او اوروبي، ان جسمنا اصله حلاوه او ملبس، اشمعنى طين؟ اشمعنى طين؟ طب ولما الطين يروح ايه اللي فاضل؟ والمين نغني ونفدي روح؟ والمين ناضل؟ والمين أعود واشتاق وأحب وأغير وكافح؟ والمين أغني وأقول بحبك يا بلد والحب طافح؟ لاموا علي الناس عايزين نقول أشعار في محمد الدرة، مش قايل مش قايل. ما أنا لما قلت زمان يا بلادي يا رحبة قالوا دوات سافل، واللي تلوت مني واللي اتقمص مني ونزلت عينيهم من الخجل في الارض وبهدلوني وحدفوني البعض وقالوا برضك عيب القاعه فيها بنات، القاعه فيها بنات. طب يعني وفلسطين مش برضه فيها بنات؟ والله دي فلسطين نسوانها رجاله، هم اللي عماله واحنا اللي جواله، عندينا تبقى الست ولدها طول الباب وتخاف يروح مشوار، وهناك حريم من غضب شايفين عيالهم ذهب، وعشان ما يلمع زيادة لازم يدوق النار وتقول أقول أشعار. هما ثلاث كلمات، نعم أكيد طبعا، وطول ما فيه جبنة فرعون بيتفرعا، والشعر أصله جبان اللي يقوله جبان واللي يعيده جبان. قلنا بلاش نكتب والحرب أولادنا، قالوا حرام والنبي خلولنا أولادنا، خايفين على عياله الجنة ونعيمها، شفتوش خيابة وهم، الاسم رجالة والاسم عندنا دم. دي أم موسى المرة، المرة خافت على ولدها رمته في قلب اليم، واحنا بنتسولج واحنا بنتعولم بنتعولم وبنتشوي قرارات تطلع قراراتنا صورة جماعية على صفحة الجرنان. يا مشجع الفرسان همست في ودني بحبك، همست في ودني بحبك، كان جسمها مفرود والخمرة عمياني وبياض ايديها كان بيزعج لما تعدل شعرها، الواد بيعرج من الرصاصة اللي في رجله، شدت حزام الروب وبانت زي شيء معرفش شعر يوصفه، كانوا العساكر قربوا والواد متبت على الحجارة اللي في ايديه، مدت ايديها وقفت كل الساعات، صوت الكاسيت نبهني اني في شقتي، كانوا العساكر قربوا بيقربوا بيقربوا، والواد متبت على الحجارة اللي في ايديه، وقعت قزازة البيرة من ايدي على طرف السرير، الواد صرخ في مخبأه فتلفتت قلقانة خايفة للجرح، جريت على الصوت العساكر وابتدى صوت الرصاص يملى الجبل، دورت عندي في الدولاب على حاجة تنفع لجلي تتحزم لي بيها، ما التقيت غير شال اخويا اللي اتقتل تحت الجبل، كان برضو يعرج لما يمشي من الرصاصة اللي في رجله، وكان متبت على الحجارة اللي في ايديه. مين اللي خانك يا وطن؟ قلعت حلقها لما عورني في رقبتي وحطته جنب السرير، نامت على الأرض العساكر لجل تسمع دبة الوادي اللي لسه مستخبي، اتكسف صخر الجبل من وقفته،
هيج رماله على عساك. سامحيني يا وحدك، ما اقدرش اعيش هارب، انعس في حضن الكيف والرمله في الصحراء واقفه وبتحارب. اعطوني عاما تقريبا لاجيد اللغه العبريه، فجاري في وطني هذا اخجلني صدقا ان اكتب شعرا باللغه العربيه. انا مش هقول شعر ثاني يا استاذ، انا مش هقول شعر. انا كمان يعني عايزين نسترجع نفسنا بقى، يعني بعد هذه الحاله اللي انا شايف زمايلي هنا المصورين واللي خلف الكاميرات وفي الكنترول روم حاله من الصمت وحاله من اعاده التفكير. هو ده هشام الجخ، هو ده الشعر الحقيقي، مش شعر المناسبات، هو ده الشعر الحقيقي اللي بيوخص فينا حاجات كثيره جدا جميله موجوده حوالينا، يمكن بنشوفها كل يوم وكل لحظه وبنمر عليها وبنشوفها وبناخدش بالنا منها، ما بناخدش بالنا منها ان البلد دي جميله جدا جدا وفيها حاجات كويسه قوي 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 وتستحق، بس تستحق كمان ان احنا نتعب عشانها، نستحق ان احنا نعمل حاجه عشانها، مش طول الوقت قاعدين في مقاعد متفرجين. انا اخر حاجه بقولها ان انا بتمنى ان احنا هنتابع هشام، لانه مش بقى يمثل مصر بس، انما بدا يمثل الحقيقه في كل العالم العربي. 300 مليون دول هو هشام بيتكلم دلوقتي، لا ليس بانه مصري انما كمان لانه عربي حقيقي موهوب ليس له الا الناس واصوات الناس. انا بتمنى ان احنا نتابع كل يوم اربع لحد الدور ما يجي عليه، واتمنى ان ما يبقاش 50 مليون من مصر فقط، ولكن يبقى من 300 مليون على الاقل 100 مليون علشان ننصب هذا الرجل اميرا للشعراء. الساعه 8:30 كل يوم اربع هنتابع على قناه ابو ظبي، ونتابع المصري المحترم الجميل اخونا ابننا اللي دخل العيله المصريه هشام الجخ. هشام مش عارف اشكرك اقول لك ايه. انا اللي بشكرك يا استاذ سعيد، وانا اللي سعيد باني قاعد مع حضرتك، بس معلش انا بعد الثلاث خرفان تحديدا يعني انا شاكر لحضرتك، انا شاكر للناس، الناس 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 هي الموضوع. انا بس عايز اقول لك ان احنا بنحبك قوي بجد. انا بحبكم، واتمنى ان انت كنت شايف الدفى اللي موجود ده، كل الناس في مصر بتحبك، وانا متصور ان كل اللي بيشوفنا في العالم العربي بيحبك قوي. الحمد انت لله. بقيت ابننا وبقيت اخونا وبقيت واحد مننا. الحمد لله. يرضي ده؟ بس مش عايز حاجه تاني. بشكرك يا هشام. اشكرك جدا جدا. بعد الفاصل زميلي وصديقي الاستاذ كرم جبر في مناظره شديده الاهميه، بعد الفاصل.